يقول: السؤال الأخضر في حياة ضاري بن سنيد، حدثنا عن ضاري سنيد في أسرته، كم عدد أفراد أسرتك؟ كم أو ما ترتيبك بين أفراد أسرتك؟ يعني وش ترتيبك بين أفراد أسرتك؟ أول شيء طول عمره السلامة أفراد الأسرة، هم 8 ومع جدي وجدتي عسى الله يحفظهم ويطول بأعمارهم جميع، وأبانا وأمهاتنا آمين يا رب. 10. أنا تقريبا بين المتوسط وها، يعني لا هو متوسط، متوسط ما شاء الله، الله يحفظهم ويطول عمرهم، الله يجزاك الخير ويحفظك. طيب خلصنا من السؤال الأخضر، الله يطول أعمار أفراد الأسرة ويخليهم لك، اللهم آمين. ننتقل بعد ذلك في نفس الجولة، انتهينا من السؤال الأخضر وننتقل إلى السؤال الأحمر ونتعمق يا ضاري بن سنيد لنري المشاهد أو نطلع المشاهد على دهاليز